من الحقوق المالية واللي حفظها الإسلام للمرأة إلى حقوق أخرى كثيرة جدا. نعم. حق في التعليم، في التربية، حتى الحقوق يا فندم النفسية والاجتماعية، المعنوية طبعا، نفسية المرأة. نعم. كيف يتعامل معها الرجل أو نعم. كيف يتعامل معها المجتمع بكل أطيافه. نعم. حقوق كثيرة جدا. لو حابين نتكلم يعني سريعا على هذه الحقوق اللي أقرها الإسلام، ونبدأ حتى بفكرة الحق في التعليم والتربية. نعم. هو الحق في التعليم، احنا هنقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ ببيته، بدأ يقدم هو النموذج علشان يوصل للحالة اللي هو قالها في خطبة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم. فهو قدم ده النموذج، وكانت السيدة عائشة هي من أفقه النساء، وكان عطاء ابن أبي رباح كان بيتكلم على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويقول: لم أرى أحد يتكلم في الفقه ولا في الطب ولا في علوم الدنيا من عائشة. وستنا أم سلمة كانت بتروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد إنها يعني روت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكرة إنها تروي الحديث، يعني بتقعد وتسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وتحفظه وتسجله وتفهمه وتبدأ ترويه للصحابة ومن يأتي بعدهم. فوصلت لعدد الأحاديث اللي روتها 387 حديث في بعض الروايات، والبخاري ومسلم يعني وثقوا في بعض روايات السيدة أم سلمة. كذلك عندنا أسماء بنت أبي بكر الصديق كان ليها مشاركة المجتمعية. فالإسلام في حق التعليم هو بدأ بأهل بيته، وكانت السيدات كانت تلجأ للصحابيات والفضليات ويسألوهم عن أمور الفقه أمور وأمور الدين وأمور الدنيا، ويقول لهم عرفتوا إيه من النصر. يعني كانت فقيهة في الدين وفقيهة في الدنيا. نعم، هو ده اللي قال كده، قال فقيهة في الفقه وفقيهة في الطب. صحيح. وعلشان كده يمكن كانوا أهل السيدات أو الفضليات الصحابيات الكرام كانوا أهل ثقة للأنبياء وأهل ثقة للصحابة. يعني نذكر جميعا الرواية المشهورة إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان محتاج ياخد قرار في صلح الحديبية، اللي هو ان هو يرجع وما يكملش الاحرام بتاعه، وقال للصحابه: يلا احلقوا وانحروا الهدي بتاعكم. محدش سمع كلامه، فدخل واستشار ستنا ام سلمه، فقامت قالت له: ما تتكلمش معاهم خالص، اخرج وابدا بنفسك، احلق شعرك وانحر هديك. ومشورتها الرسول صلى الله عليه وسلم نفذها، والصحابه سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالمشوره اللي اشارت عليه ستنا ام سلمه. ده بالنسبه بخصوص مساله حقها في التعليم. لكن بخصوص بقى الحقوق النفسية والحقوق المعنوية، ده الإسلام يعني نبه جدا على حسن معاملة المرأة وحسن عشرتها، ويمكن البداية عند الحديث: استوصوا بالنساء خيرا. لا، أكتر بقى من كده، إن الإسلام نبه على إن الراجل ما يبغضش أو ما يعبرش بتعبيرات يحسس المرأة إن هو يكرهها، حتى بالإيماءة بالوجه ولا أي حاجة خالص. ده بالعكس، يعني مش بس الكلام، حتى بالنظرة. والإسلام إداله استراتيجية تانية: لو أنت زعلان منها أو بدأت تشوف فيها حاجات مش عاجباك، لا، اعمل إيه بقى؟ فتش في حسن صفاتها، فتش في الحاجات الحلوة اللي فيها، الإيجابيات الجميلة اللي فيها. فالحديث واضح: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. دور على الحاجة الحلوة اللي فيها، ما تركزش مع الوحش. وكمان الإسلام حرم على الرجل إن هو يفشي سر زوجته، وقال في الحديث إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة إن الرجل اللي يخرج وينشر سر زوجته ويحكي مع أي حد عن أي حاجة تخص زوجته. يعني قمة اللي هو يحافظ عليها وإن هو يرعاها وإنها تكون في رعايته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال قول صريح: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فأنت عيب بدل ما تقول أنا بقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، شوف هو كان بيعمل إيه. هو حط الخيرية كلها في إنك تبقى خيرك ده رايح لأهل بيتك، ما يكونش رايح لحد تاني. ونبه على انه من حسن العشره ان الراجل ياكل زوجته من الاكل اللي هو بياكل منه، ويكسيها من المستوى اللي هو بيلبس منه. يعني ما ينفعش يبقى بياكل هو في حاجه كويسه ويقول لها مثلا: مشي انت حالك باي حاجه عندك. لا، يعني يطعمها مما طعمت ويتكسوها مما اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني حتى ما يتلفظش باي لفظ يشعرها بالاهانه فيه ولا اي حاجه. يعني الاسلام كان واضح جدا في المحافظة على معنوية المرأة وعلى نفسيتها. ويمكن ده ينبهنا أو ينبه الستات إنها تبدأ بقى يعني تكون فاهمة إن التشريع معاها والقانون معاها والواقع معاها، كل حاجة فاضل بقى هي تبقى طول الوقت مؤمنة بقدراتها، مؤمنة بإمكانتها، وعارفة إن ربنا سبحانه وتعالى ما خلهاش أقل، وهي لها أهلية
والأهلية دي تخليها تأدي أدوارها بمنتهى البراعة ومنتهى الأريحية، وتعرف إن أي مكان هي هتحط إيديها فيه هيثمر وهيكون أثره إيجابي على نفسها وعلى المجتمع، وتنطلق ومعاها الشرع ومعاها القانون ومعاها العرف ومعاها الواقع المجتمعي الحمد لله اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. الحمد لله كل الأبواب تقريبا متفتحة قدام الست يعني بالواقع الحمد لله.